في تاريخ الفن المصري شفنا كتير من الشقيقات الحقيقة تألقنا في مجال السينما والتلفزيون، أذكر منهم سميرة أحمد والراحلة خيرية أحمد، كمان شفنا النجمة بوسي وشقيقتها النجمة المعتزلة نورة. أحدث الشقيقات في مجال الفن ميس حمدان ومي سليم، واللي انضمت لهم مؤخرا شقيقتهم الكبرى دانا حمدان. الحقيقة عاملين مع بعض حالة فنية جميلة. في لقائنا معاهم هنتعرف على هذه العائلة الفنية الجميلة. شقيقة الكبرى ومع ذلك دخلتي الفن متأخر، عايز أعرف السبب إيه؟ لا مفيش سبب، أنا كنت أصلا بدايتي في الأزياء، وبعد كده قدمت اول برنامج على تلفزيون دبي، وده جه بالصدفه، وحاجه يعني جابت الثانيه، وانا عشان كنت زي ما قلت لك عايشه في دبي، فده طبعا بعيده، ده اللي خلاني اخد الخطوه ان انا انقل دلوقتي لمصر وهبقى مستقره هنا ان شاء الله وربنا يسهل.